جناية فإنه يرث ويورث. جناية على من؟ على الأم. طيب أحد يعرف الجناية على الأم إيش توجب؟ غرة. إيه ما هي الغرة؟ جبت لك جائزة. لا. واحد جنى على امرأة، ضرب امرأة في بطنها حمل، هذا الحمل يعني خرج بسبب جناية على أمه، كم ديته؟ غرة. وش هي الغرة؟ كم تساوي دية شخص كامل؟ لا. ها؟ نصف الدية؟ لا. لا. ها؟ خمسة من الإبل. أي يعني كم؟ كم دية أمه؟ ها؟ نصف العشر؟ لا. لا لا لا. أيوة طيب. مواقع عبد أمة. شوفوا يا إخوان، إذا المرأة جني عليها بجناية، ضربت، ها؟ ماتت، خرج هذا الجنين مثلا بطن أمه، هذا فيه دية، بس ما هي دية كامل، عشر دية أمي، عشر دية أمي، الأم أيوة عشر دية أمي. خلاص. طيب الحالة الثانية، أن يخرج بعض حي ثم يموت قبل اكتمال خروجه، ايش رأيكم؟ خرج شوية حي بعدين مات، ففي هذه الحالة لا يرث بالاتفاق، إلا الأحناف قالوا العبرة بالأكثر، فإن خرج أكثره وهو حي فإنه يرث، زي حكاية ذاك اللي كان في بلد وقتل 99 نفس وراح وتاب ومات في النص، واختلفوا فيه، قال قيسوا المسافة، شوفوا أقرب لمن، إن كان أقرب بلد الرحمة فهو تأخذ ملائكة الرحمة، وإن كان أقرب بلد العذاب تأخذ ملائكة العذاب، وجدوا أقرب لمن الرحمة أخذت ملائكة الرحمة. هنا إحنا يقولون إن خرج الأكثر فهو يرث. الحالة الثالثة، أن يخرج حيا حياة مستقرة، ففي هذه الحالة إيش؟ يرث بالاتفاق إذا استهل صارخا. طيب الاستهلال يكون بإيش؟ قال يكون بأمور، وهي الصياح يعني البكاء، أو الرضاع، أو العطاس، أو الحركة الكثيرة. ها؟ كل مولود يصرخ، الذي يظهر أنه حتى الأصم، لأن الأصم ما يتكلم بس نطق، هو الأصم الآن يعني الأصم ذا يأتي بعدين عندما أنه ما يسمع كلام، وبالتالي ما يستطيع يقلد هذا الكلام. الصياح يقول لك نزغة الشيطان بعضهم يقول، أو أنه خرج من جو ودخل في جو. أيه. نعم. وذهب المالكية ورواية عند الإمام أحمد أن الاستهلال لا يكون إلا بالبكاء فقط. طبعا هذه مسألة أحد يقول هذه ليش، هذا مهمة، نورثه ولا ما نورثه، انتبهوا هذه مهمة في توريثه وعدم توريثه. إذن الحمل المولود بعد موت المورث له بالنسبة للحياة والعدم ثلاث حالات، إما أن يخرج ميت، أو يخرج جزء منه حي والباقي ميت، هذه في الحالتين ذي هنا إيش؟ لا يرث على الصحيح. الحالة الثالثة أن يخرج حيا، وهنا إيش؟ يرث إذا استهل. الاستهلال يكون بماذا؟ بالصياح، أو بالرضاع إذا رضع معناته حي، أو عطس، أو حركة كثيرة عند الجمهور. أيوه هذا خلاص يعتبر وارث، خرج حي خلاص وارث، ما يعتبر حي. أي لازم الشيخ يقول، لو الدكتور يقول لو خرج حي وبعد خمس دقائق مات خلاص وارث، يعتبر حي. طيب أي ويورث. أقوال العلماء في قسمة التركة قبل خروج الحمل، الآن مات الشخص وزوجته حامل مثلا، هل
نعتبر هذا الحمل وارث في خلاف العلماء. إذا مات إنسان عن ورثة ومنهم حمل، وهذا الحمل يرث أو يحجب بكل تقدير أو في